بعد امتداد الحوار مجددا في اليمن وصنعاء تحديدا، غادر المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى المملكة العربية السعودية في خطوة تقرأ من أكثر من زاوية، ففي حين ترحب بعض أطراف ترفضها أخرى وترفض نقل الحوار إلى الرياض، وما بين هذا وذاك تتعقد الأزمة السياسية بشكل كبير. إلى التفاصيل. غادر المبعوث الأممي جمال بن عمر أمس صنعاء بعد انسداد الحوار مجددا بين أطراف العملية السياسية في اليمن، هذه المرة ليس إلى نيويورك ولكن إلى المملكة العربية السعودية. وأمام هذه المغادرة يطرح سؤال وسؤال عن الهدف من الزيارة والأبعاد والنتائج التي يمكن أن تحقق. المحللون السياسيون يقولون إن زيارة بن عمر إلى الرياض تأتي في سياق طبيعي في ظل دعوة الخليج لاستمرار الحوار، وبحكم أن عملية التحول السياسي في اليمن كانت برعاية خليجية وعبر مبادرة وافقت عليها كل الأطراف. زيارة جمال بن عمر تأتي لبحث هذا الأمر، ما هي الرؤية السعودية للحل إذا كان هناك رؤية، خصوصا أن المملكة العربية السعودية هي تبنت المبادرة الخليجية والتي انبثق منها الحوار الوطني وانبثقت منها اتفاقات كثيرة جدا. كذلك ينقل إلى الرياض فحوى الحوار الوطني وما جرى خلال الأيام السابقة والأسابيع السابقة والإشكاليات الحقيقية، خصوصا نحن ندرك بأن الجانب الحوثي له ارتباطات أيضا مع الطرف الإيراني، وأن رؤية حتى الحوثيين أنفسهم بالانتقال إلى الرياض بحد ذاتها وهي ترى أن الرياض مشكلة. السؤال المهم، هل كل الأطراف السياسية المتحكمة بقواعد اللعبة وبمسارات المشهد موافقة على نقل الحوار إلى الرياض، أم أن هناك أطرافا ترفض كجماعة أنصار الله التي ترفض حتى الآن نقل الحوار إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يجعل الحوار أمام عقدة جديدة وانسداد جديد. جمال بن عمر مكلف من قبل مجلس الأمن باختيار المكان المناسب لإجراء الحوار الوطني بين القوى السياسية. هناك قوى سياسية كانت تتحفظ ولا زالت على الحوار تحت تهديد السلاح في صنعاء، والحوثيون مصرون على أن يتم التحاور وكل القوى السياسية تحت قبضة الحوثيين. لا يمكن أن يستمر الحوار بهذا الشكل، و هذه الخطوة أتت متأخرة من جمال بن عمر. كان ينبغي أن ينفذ قرار مجلس الأمن والتفويض المناط به وأن يبحث وينفذ المهمة المكلف بها بإيجاد المكان الآمن. إذن في ظل هذا التناقض والتباعد للتحركات السياسية وعدم توفر مؤشرات الاقتراب للأطراف للجلوس على طاولة حوار مرة أخرى، كيف يمكن قراءة مستقبل الحوار في ظل تمسك الأطراف بالمواقف السابقة والمكابرة المستمرة؟ الحوار في منفبك مستمر، ولكن حالة الحرب أيضا مستمرة، حالة التحريض مستمرة، حالة الحشد والشحن مستمرة. مستقبل الحوار الآن في إشكاليات كبيرة. هناك طرف لا يريد أن أو يرى في نفسه بأنه الأقوى وبالتالي لديه خيارات مفتوحة، وهناك طرف آخر يرى أنه لا يستطيع أن يستخدم السلاح ولا يملك هذه الإمكانيات اللازمة وبالتالي يشعر بالضعف. فالإشكالية هي مع الطرف الأقوى، لأن الطرف الأقوى يرى أن لديه خيار آخر، وعلى ذلك فأن الطرف الأقوى عليه أن يقدم التنازلات حتى تسير البلاد إلى بر الأمان. بتقديم التنازلات وتراجع الجميع عن المواقف يمكن لليمن أن تخرج من الدائرة الضيقة، وباستمرار التمسك بالمواقف والمناكفات تتفاقم الأزمة. وحتى اللحظة ما زال اليمنيين أمام خيارين، إما الحوار وإما الحرب.